مشاهدي قناة كينيترا 36، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة اللي كنستضيف من خلالها فنان كبير مطرب قنيطري داعسته على الصعيد الوطني والدولي العديد من السهرات الفنية التي أحياها هنا بالمغرب وخارجه، إنه الفنان محمد عدنان الصابونجي. من خلال هذا الحلقة سوف نتطرق إلى العديد من المشاكل التي تهم الميدان الفني هنا مدينة قنيطرة، التي يعيشها بعض الفنانين هنا خصوصا مع هذا الوباء، وما صادفه من المشاكل المادية والاجتماعية التي يعيشها الفنانين هنا بمدينة قنيطرة، فتابعونا. السلام عليكم، تحية خاصة لجميع المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، تحية للدكتور والمبدع سيدي محمد القداوي، وتحية لطاقم كينيترا 36 على هذه اللمة الجميلة وهذه الاستضافة. ما يخص السؤال ديالك سيدي محمد، الحمد لله خلينا واحد الجسر ديال التواصل بيني انا شخصيا، نهضر على الوضعيه ديالي ديال محمد عدنان الصابونجي والاخ كاسخ ديالو، خلينا واحد درنا واحد الجروب باش نخليو واحد التواصل بيناتنا في ظل هذه الجائحه هذه، وحاولنا هذا الجروب هذا نديروا فيه مجموعه ديال زعما التساؤلات، ومجموعه ديال نطرحوا بزاف ديال المواضيع اللي نقدروا كيفاش نخرجوا اون دي سوليسيون في ظل هذا الجمود اللي ترافق وزاره الثقافه على الفنانين، بحكم ان ما هضر عليهم حتى شي واحد. مي هذا الجروب هذا اللي كنا حنا درناه في الاول باش نرفعوا على بعضياتنا، وباش زعما نتغلبوا على الظروف الحجر، مي لقينا راسنا تنهضروا في مواضيع اللي تتخص المشاكل ديال الفنان. لقينا درنا واحد المساله بان كل ولينا تنصادفوا كل نهار تنصادفوا ضيف وتيحاول يحكي لنا على المشاكل ديالو، يحكي لنا على الظروف اللي تيمر منها، وحنا كيف ما تنعرفوا بان الفنان تيكون خجول شي شويه، عنده واحد العزة النفس، واحد الأنفة اللي ما تيقدرش ميها. الظروف هذه صراحة يعني كانت قاهرة بالنسبة للفنان صراحة. كيف ما تعلم الجميع بأن الفنان تيخدم افيك دي سيزون، يعني ملي مثلا العام كامل تيتقسم بحال نقولوا على اربعه ديال لي سيزون، يعني تيخدم الوقيته ديال راس العام، تيجلس تيجي الربيع عاوتاني تيتحرك شي شويه، عاوتاني تيمر رمضان تيجي الصيف تيخدم فيه، يعني هادو هما لي بيريود اللي تيخدم بهم باش يقدر يدبر نفسه. كاينين انا كيف ما نقول لك بان الموسيقيين نقدر نصنفهم لك ثلاثه ولا اربعه ديال لي كاتيجوري، كاتيجوري ا، كاتيجوري بي، سي، دي. بالنسبه للكاتيجوري ا اللي هما فنانه اللي نقولوا لي فيديت ولا الناس اللي تيخدموا بواحد المبالغ كبيره، تيقدروا يوفروا لراسهم واحد العيش كريم، وعندهم اون باراليل مع الموسيقى تيكون دايرين مشاريع اخرى اللي تدر عليهم الدخل. كاين فنانه كاتيجوري بي عاوتاني اللي تيكونوا تيتخلصوا مزيان، وتيكونوا اون باراليل دايرين دي زاكتيفيتي اخرى اللي تيخدموا تي اون باراليل مع الموسيقى، تيقدروا حتى هما يدبروا نفسهم. مي كاينين موسيقيين اللي كاتيجوري سي اللي تنقولوا كيف ما تنقولوا طالب معاشو، يعني خدم عنده ما خدمش ما عندوش. هاد الناس هما اللي تضرروا بزاف من الجائحه، تضروا لدرجه انا تنعرف موسيقيين اللي لا حول لهم ولا قوه، يعني وصلوا يبيعوا الالات ديالهم، وصلوا يبيعوا حوايجهم، وصلوا. هنا فين كاين المشكل؟ هنا وقفوا مجموعه من الفنانه مشكورين، يعني داروا واحد البادره اللي كانت تسمعات ديال اعانه 200 فنان، كاين بزاف ديال كل واحد بطريقته الخاصه، يعني سواء بالقليل او بالكثير، كاع مثلا اللي شاف دور كاسر قدروا يدبروا، كل واحد تيقول ديالي ما غنفوتهمش يعني، ولكن كما تنقولوا راه تيعيا اللي تيعطي ما تيعياش اللي تياخذ. وحنا تنعرفوا كما سلف الذكر بان الفنان تيعطي داك لامبريسيون بانه عنده، بانه
لان ما تيرضاش ديما تتشوفو اليغون لابس مزيان تعطي واحد الانطباع على انه راه عنده الفلوس، ولكن هو راه عنده غير واحد عزة النفس. هنا فين كاين الخلل، وهنا فين خاص الوزارة الوصية اللي هي وزارة الثقافة تاخذ بعين الاعتبار هاد الناس هادو وتعاونهم. بالنسبة للجهة الوصية اللي تتهضر علينا وتتهضر على الحقوق ديال الفنانة، غنهضروا نقولوا هي النقابة. كاينين مجموعة ديال النقابات بدون ذكر الأسماء ديالهم، يعني اللي ناضلوا وهضروا وهضروا وداروا مراسلات ودخلوا ولكن بقى داك الشيء يعني حابس الرفوف، ما ما ما, ما كاين حتى استجابة من غير كانت واحد النقلة. من يتبدل الوزير ديال الثقافة تفائلنا خير وقلنا راه غادي وإفكتيفمون يعني اتصلوا، أنا شخصيا اتصلوا بيا واتصلوا بمجموعة ديال الفنانين اللي عندهم بطاقة الفنان، اتصلوا بهم تيسقسوهم على الحالة والوضعية ديالهم والحالة العائلية. أنا على ما أظن أنهم بغاو يديروا واحد الإحصائيات ولا بغاو يديروا واحد الجرد دي ستاتيستيك يكونوا عندهم باش يعرفوا الناس اللي يقدروا يعاونوهم ولا شي حاجه كومسا، مي حتى حاجه ما تفعلات، بقى هادشي واحد الصمت كبير وهادشي تيزيد وتيتفاقم، يعني حيت لان كما قلت لك الفنان تيعيش بواحد واحد الوقت معين، واحد دي سيزون تيخدمهم باش يقدر يدبر نفسه. مني هادشي طوال راه صراحه راه انا كما قلت لك راه الفنان وصل تيبيع الاله ديالو، يعني الا وصل باع الته يعني راه اعتزل الفن. انا تنهضر لك على الشق الموسيقي اللي انا تنتمي ليه، يعني ملي تتشوف فنان ما عندوش راه بطبيعه الحال اللي عنده تيعطي اللي ما عندوش، واحد التكافل طرا بالفنانين اللي زعما ترفع له القبعه، ولكن تلين راه ما يمكنش لان هذا الشيء باقي طويل. اخر حاجه غادي ترجع للطبيعه ديالها هي التجمعات ديال الموسيقى والمهرجانات يعني وهاد الناس تيخدموا واحد الشريحه كبيره من المجتمع. راه ما كاينش شي دار في المغرب ما فيهاش ارتيست، انا سواء يكون في المسرح ولا في الرسم ولا في الموسيقى ولا في ما كايناش عائله ما فيهاش ارتيست. يعني انا تنهضر على الشق الموسيقي، راه كاين واحد الشريحه كبيره اللي تضررات وتضررات بزاف. انا اللي لاحظت هو ان الفنان في هذه الجائحه فحلات نيجليجا، ما بقاتش عنده واحد الاهميه، وغير غير غير قبل من الجائحه كان هو غذاء الروح وكان هو يقام ولا هو يقعد، وكما تنقولوا الشعوب تقاس بفنونها، بزاف ديال الشعارات تتقال، ولكن ملي وقفنا في الصح بقينا تنتخابطوا بعضياتنا وشي تيعاون شي وما يمكنش. يعني راه الصراحه نتمنوا الخير ونتمنوا ربي يرفع علينا هذه الجائحه ويرفع علينا هذا البلاء هذا وترجع الامور لمجاريها، مي خاص الناس المسؤولين والوزاره الوصيه خاص تعاون الفنان باش يحس براسه بانه عنده واحد السند وعنده واحد الظهر اللي ما يندمش علاش دار علاش خدا الفن. ماي انا الاغلبيه ديال لي زارتيست تيقول لك انا ندمت علاش تبعت الموسيقى، شي تيقول لك انا شداني علاش ما بقيتش في قرايتي، كل واحد وكيفاش تياخذها، علاش تيشوف راسو عنده دي زونكاجمون، عنده وليدات وعنده بزاف ديال الحوايج وهو ما ايبارني حتى شي حاجه، ما جامع ما داير حتى شي حاجه. هنا تتولي اشكاليه كبيره، ونتمناو الخير ان شاء الله وما غيكون غير الخير، وتحيه لجميع الفنانه ونتمناو الخير ويرفع علينا ربي هذا البلاء يا رب العالمين.